اليوم طبعا كان عندنا المؤتمر الجهوي لجهه الدار البيضاء سطات للجامعه الوطنيه أربع مقاهي المطاعم المغرب، اللي تم انتخاب بالاجماع السيد خالد مراتيب رئيس الفرع الجهوي عن جهه الدار البيضاء سطات. هذا المؤتمر هذا تيجي في اطار السلسله او واحد مجموعه من اللقاءات والمجموعه من المؤتمرات اللي غتعقدها الجامعه الوطنيه على المستوى الوطني. الحمد لله دوزنا المؤتمر الجهوي لجهه طنجه تطوان، دوزنا كذلك المؤتمر الجهوي لجهه الرباط، كذلك دوزنا لجهه فاس ومكناس. اليوم احنا في جهه الدار البيضاء سطات، غيكون ان شاء الله في المستقبل باقي الجهات في اطار واحد البرنامج سطرناه باش يكون ان شاء الله في شهر 6 كل المؤتمرات الجهويه ب 12 انعقدت ان شاء الله. طبعا هذا اللقاء هذا ولا هذا المؤتمر هذا تيجي في واحد السياق اللي هو خاص، واحد الفتره اللي هي استثنائيه، فتره تتعيش واحد العدد ديال الاغلاقات على المستوى الوطني، عدد كبير ديال المقاهي والمطاعم تعرف اغلاقات كبيره. بناء على الدراسه اللي قمنا بها تقريبا واحد من بين 5 حتى 4 المقاهي في المغرب كلها سدات ونهات النشاط ديالها. هذا طبعا واحد العدد ديال المشاكل اللي خلات القطاع تعيش هذه الازمه، منهم هذا القطاع العشوائي اللي انتشر بشكل كبير، كذلك القرارات الجبائيه ديال مجموعه من الجماعات اللي كانت قرارات اللي هي عشوائيه اللي رفعت سقف الاستغلال المؤقت للملك العام، كذلك قامت واحد المراجعات جبائيه اللي هي كبيره، كذلك قامت مراجعه ديال الرسم ديال المشروبات وغيرها من الرسوم اللي خلات القطاع مرتبك في هذه الفتره وتعرف اغلاقات كبيره. كذلك تيجي في هذا اللقاء هذا في واحد اطار في واحد الظروف اللي توصلوا بها المهنيين، توصلوا المهنيين بواحد العدد ديال ولا واحد الارقام خياليه ديال الغرامات وديال الضعائر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللي طبعا هاد الناس هادو ما قدروش يخلصوا هذاك المبالغ، وواحد العدد كبير ديال المقاهي والمطاعم اللي اغلقت الابواب ديالها لان ما قدرتش تخلص هذاك المبالغ الخياليه. اليوم كان عندنا واحد اللقاء ديال تاسيس المؤتمر الجهوي لجهه الدار البيضاء سطات، وبعد اللقاء وكانت واحد المجموعه ديال النقاط اللي كانت تناقشت في هذا المؤتمر من غير التاسيس ديال جوله، هو انه تمت الاشاره لواحد الاشكال ديال اللي هو لواحد الاخراج ديال واحد الدراسه الميدانيه اللي دارت على جهه على واحد المستوى الوطني وخاصه جهه الدار البيضاء سطات وكذلك جهه الرباط وكذلك جهه فاس، اللي احنا كنوجهوا فيه ناقص الخطر للساده المسؤولين ماشي ديك الحكومه بشكل عام جميع الاطياف ديالها، لان باش نوصلوا في مدينه الدار البيضاء في الدار البيضاء عدد الافلاسات ديال المقاهي والمطاعم في التريميس الاخر يعني في الشوط الاخير ديال 2023 وصلنا لواحد 8064 محل تم الاغلاق ديالو، هذا رقم خطير جدا. ان هذا الى حسبنا هذا 8900 وحسبنا واحد 107 ديال الاجراء اللي فقدوا مناصب الشغل ديالهم، كذلك انه فقدت الجامعه واحد الموارد ديالها كبيره بكل صراحه، وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك انه غادي يفقد واحد الموارد كبيره اللي كتعدى يعني مبالغ كبيره اللي غادي تمشي، اللي كان لان هاد القطاعات كانوا كيساهموا بها، وكذلك كانوا كيساهموا بواحد القيس كبير ديال فيما يتعلق في الخزينه العامه للدوله. هاد للاسف الشديد هادو الناس هاد المحلات كلهم سدوا، وانا كنعتبر ان من خلال هاد الشيء كنعتبر ان هاد الناس محظوظين اللي استطاعوا انهم يسدوا، انا كنعتبرهم انهم محظوظين لانه استطاعوا انه يوقفوا النزيف، فيما ان هاد الناس الاخرين اللي مازال ما سدوش انهم مقبلين على السدان ولا اما غير قادرين باش يسدوا او عندهم مشكل اخر اللي هو ما لقاش باش يعيش. للاسف الشديد حنا كنوجهوا مره اخرى النداء للسلطات المحليه وكذلك لرئاسه الحكومه باش يشوفوا شي حل لهذا القطاع، لان القطاع راه مشى الى التضخم راه من جهه، وخاصه ومن الاسباب اللي جعلت هاد الناس هادو اللي خلات هاد الناس تسدو، الاسباب الاولى هو الضعائر ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، النقطه الاولى. الثانيه هو رفع الرسوم الجبائيه، كذلك الضغط الضريبي، وكذلك التضخم.
هذا مشكل كبير. لذلك حنا كانت هادو هما المسائل اللي هي مستعجله اللي خصها تحل المشكل ديالهم في اسرع وقت ممكن.